أنا مسلم أقيم الفرائض وفي ليلتي أقاوم أجاهد وبكرمتي مقيم وساجد وبصحبتي صحابي يشاهد حين استظل نبي مجاهد حين استظل نبي مجاهد. السلام عليكم أيها الأصدقاء، اسمي عنقود العنب، وهذا البستان يملكه عتبة ابن ربيعة وأخوه شيبة، لكنهم لا يهتمون بنا، ولولا صديقنا عداس ومعرفته بالزراعة لمت عطشا أنا وأصدقائي العناقيد، وهم كما ترون كثيرون، لكني أجملهم وأكبرهم سنا، فلقد زرعني عداس منذ زمن ليس بالبعيد، ومن وقتها أجلس أنا وأصدقائي من حين لآخر لنتجاذب الحديث عن كل ما يدور بأرض الطائف، فبستاننا هناك ومنذ فترة، وفي كل يوم نتحدث عن شخص واحد، فالكل هنا يتكلم عنه، نعم إنهم يتكلمون عن نبي بعث بمكة، ولكننا للأسف لا نعرف الأخبار الجديدة إلا من خلال من يجلس تحت الأشجار ويستظل بالبستان أو يأكل من ثماره. أسمعت عن النبي الذي ظهر بمكة؟ لست أدري ماذا يريد هذا الرجل، وهل هو حق النبي أم إنه مجنون؟ لقد كذبه أهله وقومه وعشيرته الأقربون، من المؤكد أنه ليس نبيا. وكيف عرفت؟ أنا متأكد أنه ليس نبيا. وهل اتبعه أحد؟ القلة الضعفاء، وقريش تعذبهم. إذن قريش على حق. أي حق يا رجل وأنتم تعلمون أنه نبي؟ وهكذا علمت أن قريشا تحاول أن ترده عن دينه، وأنهم يعذبون أتباعه ويسخرون منهم. سحقا لك يا قريش، فوالله لن تنالوا منه أبدا. هل هو مجنون؟ مجنون أم إنه شاعر؟ شاعر أم مجنون؟ إذا هو شاعر وأصابه بعض الهوس. ليس بمجنون ولا بشاعر، بل إنه ساحر. قولوا ساحر. خذوا باللين، خذوا باللين، وأعطوه المال واجعلوه كبيرنا، سيرضى نوافق. أنا متأكد أنه سيرضى. إنه لن يأتي معنا إلا بالشدة والقسوة، سنعذبه وأتباعه ونسحقهم واحدا وراء الآخر. من أناس تافهين تنكرون الحق بعدما تبين لكم. وكما ترون حاولت قريش أن تصد محمدا بشتى الوسائل، واتهموه بالجنون وعذبوا أصحابه، ولكن بلا فائدة، وحاولوا أن يعطوه الملك والمال. يا محمد، إن أردت مالا أعطيناك حتى تصبح أكثرنا مالا، وإن أردت ملكا ملكناك علينا. ماذا تقول يا محمد؟ لكن رسول الله رفض وقال مقولته الشهيرة إلى عمه أبي طالب. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري
على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. هذا هو كل ما عرفته من أحداث في الفترة السابقة، وكم أود أن أعرف ماذا حدث بعد ذلك قبل أن يقطفوني ويجعلوني خمرا. فلقد سمعت أن أصحاب البستان يريدون عنبا ليعصروه ويجعلونه خمرا، وكم أكره أن أسكر عقول الناس وأن يصبحوا كالحيوانات بلا عقول وبلا فائدة وتضيع صحتهم، كم أكره ذلك. أتعرف ماذا حدث اليوم؟ ماذا حدث؟ يقولون أن محمدا بالطائف، أحقا ما تقول؟ أسمعتم ما سمعت؟ إن نبي محمدا بالطائف، كم أتمنى أن أراه، وكم ستكون فرحتي لو رأيته، ولكن ما هذا؟ إنهم يسخرون منه ويلقون عليه بالحجارة. قلبي عليك يا رسول الله. تلقاها بالله كيف تنساها، بالله كيف تنساها. قل لي وأنا عنقود صغير، كيف أحمل عنك وأنا أسير. قل لي وأنا عنقود صغير، كيف أحمل عنك وأنا أسير. كيف أشفي الجروح والدم كثير، كيف أشفي الجرحى والدم كثير. قلبي عليك يا طه، قلبي عليك يا طه. من قسوة الأهل تلقاها، من قسوة الأهل تلقاها. بالله كيف تنساها، بالله كيف تنساها، بالله كيف تنساها. الحمد لله، أفلت رسول الله منهم وجاء إلى البستان ليستريح. كم أود أن أذهب إليه، كم أود أن يقطفوني له. ما هذا؟ إني أسمع دعاءه، إنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي،
إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك يوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح علي أمر الدنيا والآخرة، من أن يتنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. يا حبيبي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، اقتفوني له، اقتفوني له، اقتفوني له. يا عداس، يا عداس، اذهب واقطف عنقود العنب الى الرجل الجالس هناك. الحمد لله، لقد استجاب الله لدعائي، سيقطفني عداس لرسول الله. الى اللقاء ايها الاصدقاء، الى اللقاء.